أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للوقوف على آخر تطورات الملف الأمني في العاصمة المؤقتة في ظل موجة الاغتيالات التي تعصف بعدن منذ أكثر من عامين. نجا نائب مدير أمن عدن العقيد علي الذيب الكازمي من محاولة اغتيال في العاصمة المؤقتة. مصادر محلية قالت إن الكازمي أصيب بجروح إثر انفجار قنبلة ألقيت على موكبه في حي الممدارة بمديرية الشيخ عثمان أثناء حملة قادها لإلقاء القبض على أحد المطلوبين أمنيا. تأتي الحادثة عقب ساعات من اغتيال مسلحين مجهولين لمحمد بازرعة إمام وخطيب جامع عبد الله عزام في مديرية المعلى عقب صلاة المغرب، وبعد ذلك بساعات فقط قتل 3 جنود ومواطن وأصيب 3 آخرون بجروح جراء إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهم في منطقة الدرين بمديرية المنصورة. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: ما الذي يحصل في عدن؟ ولماذا عجزت الأجهزة الأمنية عن فك شفرة الاغتيالات ولصالح من ما يجري الآن؟ وما هو القادم الذي يترتب عليه من خلال موجة الاغتيالات هذه؟ نذهب لمشاهدة التقرير ثم نبدأ بالنقاش. لم تعد الطرق آمنة في عدن، فعلى قارعتها يختطف أمن المدينة وتغتال سكينتها. صباح الأحد 22 من يوليو الجاري صحت المنصورة على جريمة مهولة، مواطنان مرميان على رصيف أحد الشوارع، أكدت مصادر أمنية مقتلهما وسجلت الحادثة كالعادة ضد مجهول. ولم يتضح بعد طبيعة الحادثة، هل تأتي ضمن العمليات الإرهابية المنتشرة في عدن أم تندرج في إطار الأعمال الجنائية؟ لكن عدن كانت قد شهدت السبت الماضي محاولة اغتيال كادت أن تودي بحياة أبو مشعل الكازمي النائب الأول لمدير أمن عدن الذي أصيب بعد إطلاق النار على موكبه. واتت محاولة اغتيال الكازمي بعد ساعات من اغتيال محمد بازرعة مدير إدارة الإرشاد بمكتب أوقاف عدن وخطيب مسجد عبد الله عزام بالمعلى. كانت العاصمة المؤقتة قد سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في جرائم الاغتيالات خلال هذا الشهر، حيث اغتيل العقيد فهمي الصبيحي مدير عام شرطة بير فضل في الوقت الذي قام فيه مجهولون بتصفية العقيد سيف الضالعي مدير البحث الجنائي بالمنصورة. تلقي حوادث الاغتيالات ظلالها السوداء على الانفلات الأمني الذي أضحى خبراً شبه يومياً مرعباً في عدن، وهو الانفلات الذي لاحظ مراقبون أنه يستهدف في أغلبه شخصيات مدنية وسياسية وعسكرية موالية للشرعية ومعارضة للدور الإماراتي، لكن هذا الانفلات في النهاية بتأكيد مواطنين يستهدف عدن كعاصمة مؤقتة واليمن كجمهورية اتحادية. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا من عدن المحلل السياسي الأستاذ عبد الرقيب الهدياني. أهلا بك أستاذ عبد الرقيب. أستاذ عبد الرقيب هل تسمعني؟ أستاذ عبد الرقيب؟ إذن يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع السيد عبد الرقيب الهدياني من عدن، سنحاول إعادة التواصل معه خلال هذه الحلقة. إذا مشاهدينا الكرام، هناك تساؤلات كثيرة حول الأسباب التي تدفع إلى تفشي الكثير من ظواهر الاغتيالات في العاصمة المؤقتة عدن، خصوصا في الفترة الأخيرة منذ تحرير المدينة من ميليشيات الانقلابيين. هذه الاغتيالات طالت حتى محافظ عدن السابق لواء جعفر محمد سعد، وكذا شيوخ، وكذا ضباط في الأمن، وكان آخر هذه المحاولات ما جرى للعقيد علي الذيب الكازمي من محاولة اغتيال في العاصمة المؤقتة، نجا منها العقيد الكازمي بالأمس، لكنه أصيب بجروح إثر انفجار قنبلة ألقيت على موكبه في حي الممدارة بمديرية الشيخ عثمان أثناء حملة أمنية قادها لمتابعة وملاحقة المطلوبين أمنيا هناك. هذه الحادثة تلتها أيضا حادثة أخرى بعد ذلك بساعات، إذ قتل 3 جنود ومواطن وأصيب 3 آخرون في بجروح جراء إطلاق مسلحين مجهولين النار في منطقة الدرين في المنصورة. وقبل ذلك كان هناك اغتيال لإمام وخطيب جامع عبد الله عزام الشيخ محمد بازرعة. إذن يعود لنا المحلل السياسي الأستاذ عبد الرقيب الهدياني، أجدد الترحيب بك أستاذ عبد الرقيب.
اهلا وسهلا مساء النور. اهلا وسهلا، حياكم الله استاذ عبد الرقيب. اذا ما الذي يحصل في عدن الان برايك؟ لماذا تفشل الاجهزه الامنيه من فك لغز الاغتيالات المستمر خلال عامين؟ بدايه التحيه لك ولمشاهدي القناه. مؤسف جدا ما يجري في عدن طوال هذه السنوات منذ تحريرها من ميليشيات الحوثي. مشكلة عدن هو استمرار هذا القتل وهذه الاغتيالات وهذا النزيف وهذا الاختلالات الموجودة في عاصمة البلاد المؤقتة التي كان يجب أن تكون عنوانا للتحرير، عنوانا للحكومة الشرعية، عنوانا لمشروع الجمهورية اليمنية، لكنها صارت اليوم تتساوى مع الانتهاكات، مع القتل، مع الجرائم التي يرتكبها الحوثي في تقارير المنظمات الدولية وفي الإعلام. ما يحصل في عدن هو أن الأدوات التي أنيط بها تحقيق الأمن والاستقرار صارت اليوم بما لا يدع مجالا للشك، وهناك الكثير من الدلائل والقرائن والوقائع صارت هي أدوات للجريمة، هي أدوات لزعزعة الأمن، هي أدوات للقتل. جميعنا يتذكر حوادث منذ نشرت هذه الأعمال الإجرامية. جرى اعتقال بعض المتهمين، مثلا قامت المقاومة باعتقال من قام باغتيال الشيخ عبد الرحمن العدني شيخ مركز الفيوش، وتم تسليمه لأدوات للأمن، لإدارة الأمن بقيادة اللواء شلال علي شارع. هناك حادثة اغتيال أخرى وقعت في كلية الاقتصاد، وتم القبض على أحد المصابين المجرمين الذين نفذوا العملية. هناك حوادث كثيرة كقتلت المحافظ السابق الشهيد جعفر محمد سعد، حتى الآن أخفي هؤلاء الشهود، أخفي هؤلاء المجرمون، أخفي هؤلاء القتلة وغابوا في دهاليز الأمن وفي حسابات دولة الإمارات العربية المتحدة. بالتالي هذه الأدوات هي أدوات جريمة لم تحقق الأمن والاستقرار، لم تقدم حتى الآن متهما واحدا إلى القضاء. قامت بحشر الناس الأبرياء في سجون سرية في عدن، وعندما قامت النيابة خلال الأيام الأخيرة بتصفية هذه السجون لم تثبت تهمة واحدة على هؤلاء المحشورين الذين عذبوا تحت طائرة الميليشيات وجرى إخراج سبيلهم. اليوم يعود السجان، يعود من يعبث في الملف الأمني يضرب عدن من جديد، يحاول أن يغطي على هزائمه، يحاول أن يغطي على فشله الذريع، يحاول أن يصفي أطراف من الطريق أمام مشروع الفوضى، مشروع الانتصام. يحاول أن يقتل الأئمة والخطباء الذين لديهم كلمات ولديهم رأي ولديهم كلام مسموع لدى العامة. نعم أستاذ عبد الرقيب، يصفي الواقع لمشروع التجزئة. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ عبد الرقيب. أرحب بمن ينضم إلينا الآن من العاصمة المؤقتة، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد الكاتب الصحفي فتحي بالأزرق. أستاذ فتحي أهلا بك. ثلاث حوادث مختلفة بذات اليوم تقريبا، هل من تفاصيل جديدة حول من قام بهذه الاغتيالات، حول متابعة الأجهزة الأمنية من تسبب بهذه الحوادث؟ أولا مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناة الكريمة. ثانيا، عدن أساسا لم تستقر منذ نهاية الحرب الأخيرة، ولم يحدث أي استقرار أمني لكي نتحدث عن عودة الاغتيالات فيها. عدن تشهد اضطرابا أمنيا هو الأفظع في تاريخ المدينة منذ عقود، لذلك فالاغتيالات هي ظاهرة مستمرة منذ العام 2015 ولم تتوقف شهر واحد. لم تسجل المدينة منذ هذه الفترة أي توقف لعملية الاغتيالات. الواقع الأمني في عدن مضطرب ومنقسم وموزع على أكثر من جهة أمنية، والأساس في عدن أن المشكلة ليست في عودة الاغتيالات أو ظهورها أو استمرارها، لا، عدن تشهد حالة من الصراع السياسية، وحالة الصراع السياسي هذه عطلت حال المدينة
ليس إلى رأسها منذ 2015 وحتى اليوم. إذن المشكلة في العدن ليست أمنية وليست في ضعف الأمن وليست في أن هناك جهات تغتال أئمة المساجد أو المواطنين أو غيرها، لا، هناك صراع سياسي بين أطراف النفوذ في عدن، صراع سياسي أثر على الوضع العام في عدن وقسم الأجهزة الأمنية ما بين الطرف الفلاني والطرف الفلاني الآخر. أنا شخصيا وأقولها بكل صراحة لا أرى أن القاعدة ولا داعش ولا الجماعات الإرهابية مترابطة في موضوع مثلا اغتيال أئمة المساجد، لا، الصراع هو سياسي بين الأطراف الفاعلة على الأرض في عدن، وهي من تصفي أئمة المساجد، وهي من تصفي المسؤولين في الشرط في البحث الجنائي في المنصور وفي غيرها. كل طرف من الأطراف يصفي الأطراف التي يرى أنها موالية للطرف الآخر الذي يناهضه. لذلك فالمشكلة في عدن هي سياسية في المقام الأول، والاستقرار في عدن لن يتم إلا متى ما حكم عدن طرف واحد، أو أن الأطراف المتصارعة داخل عدن دون تحديد أسماءها وصلت إلى تسوية سياسية وذهبت إلى اتفاق يتضمن توحيد الأجهزة الأمنية، تفعيل العمل الأمني بشكل سليم وربطه بجهة أمنية واحدة. وقتها أنا أضمن لك وأضمن لمشاهديكم وأضمن لكل الناس في عدن أن عدن تستقر. إلى ذلك الحين أنا شخصيا لا أرى أن عدن يمكن لها أن تستقر. كل الأطراف للأسف الشديد تملك جماعات مسلحة. طيب يعني هناك حديث مستمر أستاذ فتحي حول مسألة توحيد الأجهزة الأمنية، هناك خطوات تم الحديث عن البدء فيها من قبل وزير الداخلية في هذا السياق، ما الذي يؤخر هذه المسألة إلى هذا الحد؟ هل هي صعبة إلى هذه الدرجة؟ أنا شخصيا أعتقد أن قرار توحيد الأجهزة الأمنية أو قرار نقل عدن من الفوضى الأمنية إلى حالة السلام أمر لا يستغرق أكثر من 24 ساعة في حال ما تم التوصل إلى تسوية سياسية. حينما تقاربت الإمارات والشرعية مؤخرا بجهود الوزير المصري شاهدنا حالة من التوافق، الصراحة توافق كبيرة بين الطرفين، وبدأت الكثير من الملفات يتم حالتها، السجون السرية، المخفيين قسرا، إطلاق سراح الأشخاص الذين لا عليهم تهمة، ومن ثم توقف الأمر فجأة وعدنا إلى نقطة الصف. قلناها أكثر من مرة أن عدن محتاجة إلى تقارب حقيقي وفعلي بين الإمارات وبين الحكومة الشرعية، تقارب ينهي هذا الصراع، تقارب ينهي هذا الانقسام، لأنه للأمانة هذا الانقسام وهذا الصراع وهذا القتل وهذا الدمار لم يأتي لا على أسرة الرئيس عبد المنصور هادي ولا على أسرة الأطراف التي تعمل مع الإمارات ولا على أسر أي من المسؤولين. كل هؤلاء المسؤولين أسرهم في أبو ظبي أو في الرياض أو في القاهرة أو في دول أخرى. الصراع هذا يأتي فوق المواطن البسيط، الصراع هذا يدمر عدن، يدمر الوضع الأمني للمواطن البسيط، التجارات تصيب الناس العادية، تهزع الناس. إذا هذا الصراع العبثي للأسف الشديد يجب أن يتوقف. 3 سنوات من الصراع بين هذه الأطراف، بينما كان يجب أن توحد جهودها ضد الحوثي، يجب أن يتوقف للأمانة، لأنه لم يستفد، لا الشرعية استفادت ولا الإمارات استفادت، ولن تستطيع للأمانة نقول بكل وضوح، لن تستطيع الشرعية أن تحكم عدن منفردة دون توافق إماراتي، ولن تستطيع أيضا الإمارات أن تحكم عبر أدواتها عدن دون إذن الحكومة الشرعية. طيب هذا يدفعني إلى التساؤل أستاذ فتحي، هذا يدفعني إلى التساؤل، ودعني أنقل هذا التساؤل إلى الأستاذ عبد الرقيب الهدياني، من هو المستفيد من استمرار ما يجري الآن واستمرار الوضع في عدن بهذا التوتر الأمني بحالة عدم الطمأنينة بأن كل شخص قد يستهدف بمحاولة اغتيال؟ أتفق مع الأخ فتحي أن لا يدور في عدن لن يستفيد منه أحد، وأقصد بذلك الأطراف المحلية، لكن هناك طرف إقليمي هو المستفيد من هذه الفوضى. هناك طرف إقليمي لا يريد الأوضاع أن تستقر، لا يريد الحكومة الشرعية أن تثبت، لا يريد لعدن أن تسير نحو الدولة ونحو قيام المؤسسات ونحو حركة الحكومة الشرعية، يراد لها أن تبقى رهينة للميليشيات. كلما كان الفراغ مسيطرا وطاغيا على الأرض، كلما كان هذا الطرف الإقليمي وهي الإمارات
كانت لديها المبرر المنطقي للبقاء وللعبث وللهيمنة ولترتيب أوضاعها وترتيب مطامعها في الجزر وفي الموانئ وفي السواحل. بالتالي لا طرف محلي مستفيد مما يجري، الكل يخسر نعم، لكن هناك طرف إقليمي وهي الإمارات تلعب في هذه الأوراق، الأوراق التي صنعتها كالمجلس الانتقالي، كالحزام الأمني، كالنخب، كأمن عدن. هؤلاء أوراق تحركهم الإمارات متى شاءت، متى ما تعقدت أو متى ما حصل هناك ضبابية أو خلاف مع الشرعية تحركت هذه الأوراق ويظهر هؤلاء القادة، قادة الميليشيات، ويهددون ويتوعدون ويطلقون الخطابات العسكرية. بالتالي الصراع بين الإمارات وبين الحكومة اليمنية هي التي تريد أن توجد هذا الفراغ، ينشغل الناس في صراعاتهم، في القتل، في الإجرام، في إحصاء الضحايا، بينما يتسلم ترتيب أوراقها، ترتيب مطامعها، يكون هناك مبرر لبقائها على الأرض. بالتالي على الحكومة الشرعية، على الرئيس عبد الرب منصور هادي، أن يعيد البوصلة، بوصلة التحالف العربي الذي جاء إلى عدن، جاء إلى اليمن لكي يسند وينصر الشرعية، ولكنه اليوم ما رآه على الأرض خلال 3 سنوات أنه يقوض الحكومة الشرعية. هناك حرب حقيقية وانقلاب كل الأركان في يناير الماضي على حكومة بن دغر. هناك اليوم تصعيد من قبل ميليشيات الحزام الأمني ومن قبل المجلس الانتقالي على الرئيس عبد الرب منصور هادي. على الرئيس عبد الرب منصور هادي أن يواجه رئيسة التحالف المملكة العربية السعودية وأن يتكلم بصراحة. ما تقوم به الإمارات عبر أدواتها يتناقض جملة وتفصيلا مع الهدف من تواجدها على الأرض. ما يحصل اليوم أن عدن تنجس، عدن تغرق. اليوم يكاد يتجمع شيعة العالم، يكاد يتجمع ويعني يصدرون خطابات من العراق ومن لبنان، يتداعون حتى يحضروا إلى اليمن. سيصبح اليمن إذا ما غرقت في الفوضى سيصبح مجمع لهؤلاء الصفويين حتى ينقضوا على البلد، ويكون الجيران المملكة العربية السعودية هي المعنية بهذا الخطر وهي التي ستواجه هذا الواقع. بالتالي لابد من إنهاء هذا الخلاف، لابد من إنهاء هذا الخلل في عملية التحالف، في أهداف التحالف، وأن توقف الإمارات عند حدها، وأن يسمح للحكومة الشرعية أن تحتكر العنف في عدن، هذا التعدد في الأجهزة الأمنية، هذا التعدد وإيجاد الحكومات الموازية التي تمنع السلطات المحلية من العمل. يجب أن يتوقف وأن تقام مؤسسة الدولة وهي التي يجب أن تحكم وأن تحتكر العنف وتوجد الأمن والاستقرار. طيب هذا ما هو مفترض. دعوني أعود إلى الأستاذ فتحي بن الأزرق. ما الذي يمكن للمكونات الاجتماعية في عدن القيام به لحماية مدينتها؟ أنت تقول أن من يستهدف بهذه العمليات أو الخاسر الأكبر من هذه العمليات هم الأهالي في عدن، من هم يعني يتابعون أو يعايشون الحالة الأمنية المضطربة، المسؤولون ويعني كل طرف لدي أسرهم خارج هذه المدينة. إذن كيف يمكن لهذه المكونات الاجتماعية للناس في عدن الدفع وراء ترتيبات أمنية أكثر طمأنينة في عدن، الدفع وراء حماية مدينتهم من الاغتيالات المستمرة؟ أستاذ فتحي، طبعا المواطن اكيد انه ضد كل ما يحدث من فوضى امنيه لانها في الاساس تضره شخصيا، لكن في الاخير المواطن يظل هو مواطن، ليس سلطه تنفيذيه وليس سلطه عسكريه وليس سلطه امنيه. الناس ممكن او عبرت اكثر من مره رفضها لكل العمليات الاغتيالات الفوضى الامنيه، ودعت اكثر من مره لتفعيل الاجهزه الامنيه وتفعيلها وترتيب الوضع العام للمدينه بشكل عام، لكن المواطن يظل مواطن. يعني في الاخير لو في جماعه مسلحه سيطرت على مدينه عدن لن يخرج الناس شايرين اسلحتهم الا فيما ندر، لكن في الاخير الناس تفجع بحجم التعامل العنيف والقوي للميليشيا، وهذا ما هو حادث في عدن. الامر انا اتفق مع الاخ عبد الرغيف ان الامر متصل اساسا بإدارة الرئيس هادي، هي عليها من تخرج للناس لتقول أنها قادرة على ضبط الأمن وترتيب العلاقة الصحيحة مع التحالف وترتيب الوضع الأمني في عدن، أو أنها تترك أو تعلن بشكل واضح وجلي أنها ليست قادرة على فرض أي شيء، ثم سيتعايش الناس مع هذا الوضع. لكن
أن تترك عدن، تترك عدن لهذا الوضع الفوضوي، فهذا أنا شخصيا أرى لا يصب في مصلحة العسادي، ولا يصب في مصلحة الحكومة الشرعية، ولا يصب أساسا في مصلحة الإمارات أو التحالف بشكل عام. من مصلحة التحالف وهو يحارب لأجل استعادة اليمن، لأجل استعادة الشرعية، أن تقدم عدن كنموذج إيجابي وجميل يحث الناس في مناطق الشمال على الثورة ضد الحوثي. لكن حينما يرى الناس في الشمال الوضع السيء لعدن، الوضع الكادري لعدن، أنا شخصيا أعذرهم حينما يتعاطفون مع الحوثي أو يقبلون على وجود الحوثي. الناس بحاجة إلى تجربة حقيقية، تجربة تساعد الجميع على البقاء أو النهوض بعدن. أنا شخصيا ضد إقصاء الإمارات من عدن أو محاربتها أو طردها أو ما شابه. لا، أنا بحاجة، أنا مع علاقة سليمة مع الإمارات، علاقة تحفظ مصالح هذه الدولة باعتبارها الطرف الأساسي من أطراف دول التحالف، لكن هذه العلاقة يجب أن تكون سليمة وغير مشوهة، علاقة تحفظ مصالح المجتمع في المقام الأول، تحفظ كيان الدولة اليمنية، تحفظ للجميع مصالحهم. وأعتقد أنه الخلاف بين الإمارات والحكومة الشرعية ليس خلاف جوهري وليس خلاف في الأساس. الحكومة تظهر أكثر من مرة ودائما ما تحرص أن تقول أن الإمارة هي طرف أساسي في إدارة العملية ضد الحوثي، وبالعكس الإمارة تؤكد أكثر من مرة أنها ليست دولة ذات مطامع احتلالية أو مطامع سيئة ضد الناس في عدن. لذلك أعتقد أن التقارب هو الحل، التقارب من الطرفين يقتربان من بعضهما ويذهبان صوب تنسيق الأمور، إصلاح الخلل، لأن في الأخير لن تحكم الإمارات منفردة، ولن تحكم الشرعية منفردة، ولن يحكم أي طرف عدن منفرد. الحل هو تقارب سياسي يفضي إلى إصلاح الوضع الأمني، الوضع العسكري، كل الأوضاع في عدن. طيب دعني أعود بسؤال أخير للأستاذ عبد الرقيب، ما الذي يمكن أن يدفع تجاه هذا التقارب، تجاه تنظيم المسألة الأمنية في عدن؟ ما الذي يمكن أن يحدث لتجاوز هذه المرحلة أستاذ عبد الرقيب؟ يجب أولا أن يسمح للحكومة الشرعية أن تدير مجمل الملفات الموجودة على الأرض. يجب أن يقطع جابر هذه التدخلات الإماراتية الواقعة على الأرض. اليوم صارت عدن وصارت المناطق المحررة في التقارير الدولية تنافس ميليشيات الحوثي في الانتهاكات وفي الإجرام وفي القتل وفي التعذيب وفي السجون، وبالتالي هذا الواقع بشكل غير مباشر يقدم خدمة للانقلابيين. ثم نتساءل لماذا المبعوث الدولي ساوى بين الانقلابيين وبين الحكومة الشرعية؟ لأن الواقع تساوى، لأن المعاناة تساوى، لأن الإدارة تساوت. ما يحصل في عدن اليوم عبر الإمارات وعبر أذرعها بالتحديد من تقويض المؤسسات، من تشجيع هذه الميليشيات، من الحرب على الأمن وعلى الاستقرار وعلى حركة الحكومة وعلى الرئاسة، هذا يجب أن يتوقف، ويجب أن يكون له صوت قوي من قبل الرئيس عبد الرب منصور هادي. أنا أتعجب لهذا الصمت، لهذا السكوت. عدن تتعرض لهذه الإبادة، بالأمس ست عمليات اغتيال، نجح منها ثلاث عمليات وفشلت ثلاث. لم يخرج مسؤول، لم يخرج وزير الداخلية، لم يخرج رئيس الجمهورية، لم يخرج رئيس الوزراء ويتحدث للناس. ما الذي يجري؟ من الذي يقتل في عدن؟ من الذي يعبث كل هذا العبث في عاصمة البلاد؟ لماذا كل هذا الصمت؟ يعني هل أرواح الناس يجب أن تذهب هكذا بدون أي حساب؟ بالتالي هناك صمت مريب، هناك تجاهل، وهناك يعني أداء من قبل الحكومة غير مقبول، رغم أن الناس يعرفون جميعا، يرون جميعا، يرون تصعيدا خطابيا من قبل أدوات الإمارات، وبالمقابل قتل واغتيالات على الأرض. بالتالي الصورة واضحة، يجب على الحكومة الشرعية أن تستعيد زمام المبادرة، أو أن تصارح الجميع وأن تصارح الشعب أنها لم تستطع أن تدير، وتخلي سبيلها القانوني والأخلاقي أمام الناس. أشكرك أستاذ عبد الرقيب بلهديان المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. كذا أشكر الأستاذ فتحي بن رزق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، كان معنا أيضا من عدن. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات الزميل ماهر أبو المجد منتج الحلقة، وكذا الطاقم الفني. إلى اللقاء.